ومع بدء التشغيل التجريبي لعبور الدراجات النارية على جسر الملك فهد، تواجدت دوريات الإدارة العامة للمرور بهدف توعية سواق الدراجات والتأكد من الالتزام بالأنظمة والمعايير المرورية. يعد انطلاق التشغيل التجريبي لعبور الدراجات النارية وإنهاء إجراءات سائقيها بين السعودية والبحرين عبر جسر الملك فهد اعتبارا من الأول من يناير 2020 خطوة مهمة في تعزيز التواصل وتنشيط الحركة المرورية بين البلدين الشقيقين، وهو أمر يتطلب الالتزام باشتراطات وضوابط السلامة والسرعة المحددة والمسارات المخصصة للدراجات النارية. تم تواجد دوريات الإدارة العامة للمرور اليوم بهدف توعية سواق الدراجات النارية والتأكد من الالتزام بالأنظمة والقواعد المرورية حفاظا على سلامتهم بالدرجة الأولى، والالتزام بالسرعة المحددة للطريق وعدم الانشغال بالهاتف النقال وغيرها من المخالفات ممكن تأثر على سلامتهم. أيضا ذكرناهم بضرورة التأكد من صلاحية تسجيل الدراجة النارية والتأمين وصلاحية رخصة القيادة، والإدارة العامة للمرور تتمنى لهم الأمن والسلامة على الطريق. في هذا اليوم تم السماح للدراجات النارية بعبور جسر الملك فهد ولفترة تجريبية 6 أشهر، سوف تكون هذه الفترة مربوطة بالأحوال الجوية أيضا، وذلك لضمان سلامة السواق، وعليه ندعو سواق الدراجات النارية بالالتزام بسرعات الشارع والمقدرة ب 100 كيلومتر في الساعة، وأيضا الالتزام بالمسار وعدم تعريض أرواحهم للخطر. وعند وصولهم لمنطقة الجمارك تم التخصيص بالتعاون مع الجهات المعنية بالجمارك والجوازات المسار الأيمن أقصى اليمين للدراجات النارية. قامت المديرية الشرطة جسر الملك فهد بعقد اجتماع تنسيقي مع كافة الإدارات العاملة بجسر الملك فهد من الجانبين، الجانب البحريني والجانب السعودي، وتم التأكيد على توافر اشتراطات السلامة لدى سائقي الدراجات النارية وأخذ المسار الأيمن في منطقة الخدمات والإجراءات واستعداد القوى اللازمة لتسهيل عبور الدراجات النارية لهذا اليوم. طبعا اليوم احنا قاعدين نشهد يوم تاريخي بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة، وهو يوم يعني فيه سعادة غامرة ما تخيلون بأي درجة، ان احنا نخوض تجربة تعتبر جديدة علينا وهي القيادة بالدراجات النارية ما بين مملكة البحرين الى مملكة العربية السعودية. بالنسبة للإجراءات كانت إجراءات سلسة جدا، احنا دائما في تعاون بيننا، طبعا كل جوله تصير في مملكه البحرين هي جوله دائما تكون في تواصل بين النادي وبين اداره المرور، بحيث ان احنا دائما تجمعاتنا في النادي دائما نرفع السماعه ونتكلم اداره المرور، عندنا خط خاص فينا نكلمهم نقول لهم وين رايحين من وين متجهين، بحيث ان دائما في تعاون بيننا وبينهم. اليوم طبعا احنا هم بعد كان في تعاون بيننا وبينهم، بحيث ان نحن بنشهد اللحظه التاريخيه لعبور اول فوج للدراجات، وبحيث ان احنا نضمن في الاخر ان الدراجين يكون على وعي تام باجراء السلامه. كانت الامور جدا سهله وفي تعاون جدا مع موظفين الجسر، وكانوا يعني فاتحين لنا مسار خاص حق الدراجات على اساس يسهلون على اصحاب الدراجات فهذا المسار يتخذونه. نصيحتي حق اخواني اصحاب الدراجات عليهم بلبس الخوذه القفازات والثياب المناسبه حق عبور هذا الجسر، لان فيه هواء شوي والجسر مفتوح فتكون يعني متقيد بالقوانين. ويبقى التشغيل التجريبي لعبور الدراجات النارية عبر جسر الملك فهد حدثا بارزا في تاريخ الحركة المرورية، يسهم في ترسيخ الترابط والتكامل بين البلدين ودفع حركة التنقل والزيارات المتنامية. ومع ذلك فإن تعاون سائقي الدراجات النارية أمر بالغ الأهمية لضمان سلامتهم وإنجاح التجربة.